إذا حط الصيف رحاله هنا لتكون فرصة مواتية للتعرف على هويات الإسرائيلي في الشواطئ الإسرائيلية الرائعة. الشواطئ لا تقتصر على أماكن مهيئة يستلقي بها الزائر على كثبان الرمل تحت أشعة الشمس والعوم في مياه البحر المتوسط الباردة، بل يمكن التمتع بجمال الناس حولها. الشواطئ بالنسبة للإسرائيلي تشمل أموراً عدة تعرفوا عليها. ونبدأ مع البحر. هو ملاذ الإسرائيلي من يوم عمل منهك، باعتبار الشواطئ في إسرائيل قريبة من مراكز المدن. يجلس تجاه الأمواج مع بطيخة مثلجة والجبن البيضاء يزاول فيها رياضة الشواطئ. بغية الحصول على لياقة بدنية مع بشرة غامقة، يزاول الإسرائيلي عدة أنواع من الرياضة كالمضرب وكرة القدم والتزلج على الماء ويكثر من الركض. والآن فرصة لاجتماع عائلي يوم السبت، يوم العطلة. استحزم العوائل ما لذ من الطعام والفواكه وتشد الرحال إلى الشاطئ، إلى السكينة. والآن تعرفوا على طبلي السواحل من تل أبيب، إذ بالإمكان التمتع بإيقاع الطبلة الجميل. قطاع إسرائيل يضم أكثر من 200 كيلومتر من الشواطئ، وهي محطة إضافية على خارطة الجوال الإسرائيلي. وأخيراً وبغية الحصول على قسط من الراحة من كل ذلك، هناك حفلات الشواطئ، وهذا أفضل برهان بأن فصل الصيف حط رحاله هنا، عندما تنطلق موسيقى البوب الشرقية بكل قوتها عبر مكبرات الصوت. والآن هيا لنحتفل.